السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مس ياسمين مدرسة العلوم. بإذن الله هنكمل باقي الدرس الثاني في الوحدة الثانية للصف الثالث الإعدادي اللي هو التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. أخذنا في الفيديو اللي فات قلنا إيه هي مصادر التيار الكهربي، وإن في تيار كهربي مستمر ومتردد، وعرفنا الفرق ما بينهم. هنيجي النهاردة نعرف إيه الفرق ما بين الأعمدة الكهربية والبطارية. بيقول لي عندي إن العمود الكهربي ده بيبقى عبارة عن قطب موجب وقطب سالب، توصل بالدايره الكهربيه عادي جدا. لكن عند البطاريه هي عباره عن عمودين او اكتر متصلين معا على في الدائره الكهربيه. يعني هجيب عمود كهربي بسيط او موجب بسالب مع عمود كهربي تاني موجب بسالب، ده كده هو اقول عليهم الاثنين مع بعض ان هما بيدوني بطاريه. تمام، يبقى انا عندي العمود الكهربي ده بيبقى واحد بس، لكن البطاريه عمودين او اكتر. نيجي بقى لطرق التوصيل الاعمده الكهربيه. عندي طرق توصيل الأعمدة الكهربية في الدايرة نوعين، في توصيل اسمه توصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. تعالوا نعرف الفرق ما بينهم. التوصيل على التوازي بيقول التوالي، معلش، بيقول لي مثلا ان انا عندي فيه هو عمود كهربي، وادي هو عمود كهربي، وادي هو عمود كهربي. لما اجي اوصل الثلاثة مع بعض هيدوني بطارية. في التوصيل على التوالي يقول لي يوصل اقطاب مختلفة. يعني ايه؟ يعني السالب من العمود الاول يتوصل بالقطب الموجب من العمود الثاني، والسالب من العمود الثاني يتوصل بالقطب الموجب للعمود الثالث. يعني هو موجب سالب موجب سالب موجب سالب، وفي الاخر يتوصلوا كلهم ببعض. يبقى اذا التوصيل عندي على التوالي هو توصيل الاعمدة واحدا تلو الاخر، بحيث يكون القطب الموجب مع القطب الايه السالب. لكن التوصيل على التوازي بيقول لي ان انا هو مثلا عندي الثلاث اقطاب او الثلاث اعمده، اهو عندي الموجب اقطاب الموجبه، وادي هو عندي الاقطاب السالبه. في التوصيل على التوازي بيقول لي هتوصل الاقطاب الموجبه مع بعض وتديني فرع واحد موجب، وتوصل الاقطاب السالبه مع بعض ويديني فرع واحد سالب. يبقى انا كده عندي فرعين موجب وسالب بيعملوا البطاريه للدايره الكهربيه كلها. يبقى التوصيل على التوازي بيوصل الاقطاب كل الموجبه كلها معا والاقطاب السالبه معا. طب نيجي بالنسبه بقى للقوه الدفعه الكهربيه. بقول لك قوه الدفعه الكهربيه اللي هي الاي ام اف للبطاريه المتصله على التوالي هتساوي قوه الدفعه الكهربيه للعمود الاول زائد القوه الدفعه الكهربيه للعمود الثاني زائد القوه الدفعه الكهربيه للعمود الثالث. يبقى تاني قوة الدفعة الكهربية اللي هي اي ام اف او القاف ده الكاف للبطارية المتصلة على التوالي هتساوي قوة الدفعة الكهربية للعمود الاول زائد قوة الدفعة الكهربية للعمود الثاني زائد قوة الدفعة الكهربية للعمود الثالث. ناخد مثال، يعني انا مثلا عندي اهو العمود الاول، ادي هو عمود ثاني، ادي هو عمود ثالث. قلنا التوصيل على التوالي يعني القطب السالب بالموجب السالب بالموجب، وبعد كده هو هيبقى عندي عادي في الدايرة. لو قال لي ان قاف للبطارية الاولى او سوري القاف للعمود الاول كانت عندي 10 فولت، وقوة الدفعة الكهربية للعمود الثاني كانت عندي 15 فولت، وقوة الدفعة الكهربية للعمود الثالث كانت عندي 20 فولت، وقال لي عايز قاف للبطارية المتصلة على التوالي، هقول له انها هتساوي قوة العمود قوة الدفعة الكهربية للعمود الاول اللي هي 10 زائد قاف 2 اللي هي 15 زائد قاف 3 اللي هي 20. يبقى الناتج عندي هيبقى 45 فولت. طيب انا كده جبت القوه الدفعه الكهربائيه للبطاريه المتصله على التوالي. ففي عندي قانون تاني بيقول لي لو انا دلوقتي جبت نفس الثلاث اعمده كده اهو عمود وصلتهم على التوالي ثلاث اعمده تاني، معلش ثواني، يبقى انا جبت ثلاث اعمده ادي اهو قطب موجب قطب سالب قطب موجب قطب سالب قطب موجب قطب سالب، وانت وصلت سالب ده بالموجب ده سالب ده بالموجب ده، وكانت عندي قوة الدفعة الكهربية للثلاث بطاريات متساوية. يعني الأولى كانت بعشرة والتانية كانت بعشرة والتالتة كانت بعشرة. لما نيجي نحسب قوة الدفعة الكهربية للبطارية كلها، ما هو الثلاثة مع بعض يعني بطارية، القوة الدفعة الكهربية للبطارية المتصلة على التوالي هلاقي عندي إنها هتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة اللي هتساوي تلاتين تلاتين فولت. تمام، طب ما انا اقدر اجيبها بقانون تاني اللي هو اقول له ايه؟ اقول له ان قاف للبطاريه هتساوي قاف للعمود الواحد ف
في نون، حيث ان نون دي اوقف للعمود الواحد، في نون حيث ان نون ده عدد الاعمدة. طب تعالوا كده نحسب، يعني هقول عندي قفل العمود الواحد اللي هو كان 10 في نون اللي هي عدد الاعمدة، انا عندي كام عمود؟ 1 2 3، يبقى 10 في 3 اللي هي هتساوي برضو 30 فولت، اديتني نفس القيمة لما استخدمت القانون الاول. يبقى في قانونين عندي للتوصيل على التوالي عشان اجيب القوة الدفع الكهربائية للبطارية، اما قف 1 زائد قف 2 زائد قف 3 لما يكونوا القاف للبطارية مختلفة، يعني قوة الدفع الكهربائية للبطارية الأولى مختلفة عن التانية مختلفة عن التالتة، فهجمع التلاتة. طب لو متساويين يعني 10 و10 و10 مثلا، أو 5 و5 و5، بيقول لي ساعتها هنقول القانون إن هو قاف بتساوي قوة الدفع الكهربائي للعمود الواحد في نون اللي هو عدد الأعمدة عندي، وهيديني نفس الناتج. أهو عندي القانون التاني بيقول لي هو الملحوظة، إذا كانت الأعمدة متصلة على التوالي متماثلة، يعني هي متماثلة يعني ليها نفس القيمة، فيبقى عندي قوة الدفع الكهربية للبطارية كلها للثلاث أعمدة أو الأربعة أو الاثنين أيا كان، هتساوي قوة العمود الواحد في نون، حيث إن نون ده عدد الأعمدة المتماثلة. طيب نيجي بعد كده لقوة الدفع الكهربية للبطارية المتصلة على التوازي. انا عندي لما كنت بوصل على التوازي قلت ان انا عندي العمود الاول، وده هو العمود الثاني، وده هو عندي العمود الثالث، قلت عندي الاقطاب الموجبة هتوصل مع بعض مش كده، الاقطاب السالبة هتتوصل مع بعض، تمام. فبيقول لي عندي ان لو قوة الدفع الكهربائي للعمود الاول كانت 10 والثاني كان 10 والثالث كان 10، ده هيبقى ايه عندي؟ هيبقى قوة البطارية عندي هتساوي، ما ينفعش اجمع ليه؟ عشان دول متوازيين. طب انا هعمل ايه؟ بيقول انها هتساوي قوة العمود الواحد. ازاي جت قوة العمود الواحد؟ هجيب مجموعهم على عددهم، يعني 10 زائد 10 زائد 10 اللي هي 30، على عددهم انا عندي كام عمود كهربي؟ 3، هتساوي كام؟ هتساوي 10 فولت. ده طلعت نفس قيمة قوة دفع الكهربية للبطارية الواحدة. يبقى انا كده اخدت، هفهم من هنا حاجة مهمة جدا جدا، ان انا لو عايزه بطاريه قوتها الدفع الكهربيه كبيره، يعني فيها عدد من الشحنات كبير، هستخدم توصيل على التوالي عشان انا بجمع فيه قوه الدفع الكهربيه للبطاريات للاعمده الكهربيه. طب لو انا عايزه قوه دفع كهربيه للبطاريه صغيره، يبقى انا هستخدم توصيل الاعمده على التوازي عشان يديني قوه الدفع الكهربيه للعمود الواحد. لو عندي سؤالين علم، بيقول لي توصل الأعمدة الكهربية على التوالي في الدايرة، أنا قلت ليه بوصل على التوالي؟ عشان أحصل على بطارية قوتها الدفع الكهربية أكبر ما يمكن، عشان أنا عندي في التوصيل على التوالي كنت بقول إنها قاف 1 زائد قاف 2 زائد قاف 3، فأنا كده عايزة بطارية يبقى فيها قوة دفع كهربية كبيرة، فهستخدم توصيل على التوالي. طب بيقول لي السؤال التاني، في علل توصل الأعمدة الكهربية على التوازي في الدايرة الكهربية ليه؟ لان برضو انا عندي في التوصيل على التوازي كانت قاف بتساوي قوة العمود الواحد. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي لو انا عايز احصل على بطارية قوتها الدفع الكهربية اقل ما يمكن، هستخدم توصيل الاعمدة على التوازي، تمام؟ لحد هنا وانتهى الدرس بتاعنا، اتمنى يكون مفهوم مفهوش اي مشاكل، درس بسيط وسهل. يبقى احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن البطاريات، كيفية توصيل الأعمدة الكهربية، قلنا عندي إن البطارية عبارة عن عمودين أو أكتر متصلين مع بعض في الدايرة الكهربية، وأنواع توصيل الأعمدة الكهربية عندي توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي، وعرفنا إن التوصيل على التوالي إن هو بيكون القطب الموجب مع القطب السالب، لكن في التوصيل على التوازي بيبقى عندي القطب الموجب مع بعض والأقطاب السالبة مع بعض، ده بيديني طرف موجب وطرف سالب. عندي قوة الدفع الكهربية للتوصيل على التوالي كانت بتساوي قوة العمود الواحد زائد قوة العمود الثاني زائد قوة الدفع الكهربية للعمود الثالث. أما بقى بالنسبة عندي للقوة الدفع الكهربية للمتصل على التوازي، دي بتساوي قاف للعمود الواحد بس. طيب قلنا بعد كده إن أنا لو عندي المتصلين على التوالي قوة الدفع الكهربية للأعمدة متساوية متماثلة، يعني فإذا قوة الدفع الكهربية للبطارية كلها تبقى قوة العمود الواحد في نون، واخدنا عندي أسئلة علل، وإن أنا لو عايزة قيمة كبيرة للبطارية هستخدم توصيل على التوالي، ولو عايزة قيمة صغيرة للبطارية هستخدم توصيل على التوازي.
اتمنى يكون مفيش مشاكل فيه. لو في اي حاجة مش مفهومة يا ريت توضحوها لي في التعليقات، وبإذن الله نوضحها مع بعض في الفيديو الجاي. هيبقى في مسائل ان شاء الله نحلها مع بعض على الجزئية دي، وبإذن الله ما يحصلش اي لخبطة. يبقى احنا كده هو الدرس كله مع بعض اخدنا ان انا عندي مصادر التيار، واتكلمنا على التيار الكهربي المستمر والتيار الكهربي المتردد. اه صح يا جماعة، التيار الكهربي المستمر ممكن ارمز له بالرمز دي سي، اختصار كلمة دي سي كارنت. وعندي التيار الكهربي المتردد ممكن ارمز له بالرمز اي سي، اقصد بي اي سي كارنت. واخدنا بعد كده في الدرس ديت اسئلة علل، واخدنا كيفية توصيل الاعمدة، وقلنا في توصيل على التوالي وعلى التوازي والقوانين بتاعتها واسئلة علل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.